يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده السادسه تبدا مع حضراتكم. تحياتي في البدايه لكل الاهلاويه قبل 24 ساعه من مواجهه حرس الحدود، المباراه التي سيتسلم فيها النادي الاهلي درع الدوري ويتم اعلانه بطلا للنسخه رقم 43 في تاريخه. اهلا بيكم. والحقيقه يمكن قبل ما ادخل في التفاصيل وموضوعاتنا النهارده كتير، حلقات النهارده فيها حاجات مرتبطه طبعا باحتفاليه بكره وماتش بكره، ومرتبطه كمان بالمحترفين المصريين في الخارج اللي هناخد جوله سريعه. طبعا الموسم كله بدا التحضير ليه وهتتابعه على مدار الايام اللي جايه، يعني عدد كبير من الماتشات الوديه اللي بدات بالفعل، كل الفرق بدات الاستعداد واحنا هنا لسه. طبعا الموسم ما انتهاش رغم انه انتهى فعليا بالنسبه للنادي الاهلي، يتبقى لنا ان شاء الله مسابقه الكاس وباذن الله تكون العلامه الكامله لمارسيل كولر. حابب ابدا النهارده او ارجع معاكم النهارده لحلقه الاربع اللي فات من السادسه، حلقه يوم مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، واللي قرينا فيها سيناريو المباراه من الكنترول. وبالمناسبه دي الحقيقه يعني احنا ما بنلتفتش لصغائر الامور طبعا، لكن انا بشوف انها مناسبه ودرس مهم جدا مش بس الكابتن محمود البنا لكن لكل الحكام، كل الحكام المصريين. وانا هنا قلت يوم المباراه انه اول ما تم الاعلان عن اسم كابتن محمود البنا انا قلت شخصيا ان انا بعتبره افضل حكم في مصر. واذا كنت يا سيدي بتختلف معايا في وجهه النظر دي فخلينا نقول ان احنا بنعتبره من افضل ثلاث او قول افضل خمس اسماء على ساحه التحكيم المصري في الوقت الحالي. وقلت طبعا انه طبيعي جدا ومنطقي انه يتم اسناد مباراه القمه لكابتن محمود البنا. وانا في كل مناسبه الحقيقه مش بس عشان ماتش الاهلي والزمالك، لكن في كل مناسبه بيظهر فيها حكم مصري جيد لازم يلقى الدعم الكامل مننا. طبعا لازم نقول في الاول هو ايه دور او طبيعه الدور اللي بيقوم بيه حكم المباراه؟ هل مطلوب منه في المقام الاول والاخير انه يقوم بتطبيق القانون، مبدا العداله، انه يلعب دور القاضي اثناء فتره ال 90 دقيقه اللي هي عمره وزمن المباراه، ولا مطلوب منه في المقام الاول انه يخرج بالمباراه لبر الامان، ولا مطلوب منه انه يفصل سيناريو يرضي جميع الاطراف، يعني يرضي الفرقتين اللي موجودين على ارض الملعب، يرضي الاجهزه الفنيه اللي موجوده على ارض الملعب، يرضي الادارات القائمه على الفرقتين اللي بيواجهوا بعض، ولا يرضي الجماهير ووسائل الاعلام. دي نقطه مهمه جدا وفاصله جدا، لانه سيناريو ماتش الاهلي والزمالك كان فيه كتير من الاخطاء الحقيقه، واللي يمكن لو كانت نتيجه المباراه مختلفه كانت ممكن تثير جدل كبير جدا، وممكن ساعتها كان كتير من اصابع الاتهام توجه لحكم اكتر من الممتاز بنرمي عليه امل كبير جدا في وهو وغيره، طبعا مش كابتن محمود البنا بس، لكن في على الساحه حكام كتير حقيقه على مستوى عالي، ودول اللي احنا نراهن عليهم في رفع مستوى التحكيم المصري وسمعه التحكيم المصري وهيبه التحكيم المصري. هو كلام كتير طبعا، كلام كتير بيتقال على مثلا قصه محمد هاني وعمرو السيسي، اللعبه الحقيقه ناس كتير مالت السوشيال ميديا ومالت وسائل الاعلام المختلفه بحاله صياح غير طبيعيه، وكان الكره دي كانت كره فاصله، وكنت احترم جدا وجهه نظرهم لانها كانت ممكن تكون علامه استفهام لو اشاروا انه في لعبه بالمست كوبي بيست حصلت من حسام عبد المجيد مع محمد هاني في نفس المباراه، او كانوا اتكلموا على انه الكوره اللي اتحسبت للزمالك لزيزو على حساب ديانج ركله جزاء كان في كوره اوضح منها مليون مره مع حسين الشحات في الشوط الاول لم تحتسب ولم يستدعي الفار من اساسه كابتن محمود البنا عشان حتى بس مجرد انه يبص عليها ويقول لا ما تستاهلش انها ركله جزاء. مفيش لحظه او مفيش فرصه ممكن يحب فيها الحكم طرف من طرفي اللقاء اكتر ما يحب نفسه، ومفيش فكرة انك انت ممكن توصل بمباراة لبر الامان، لانك في جميع الاحوال لو لجأت للسيناريو ده او للطريقة دي او للاسلوب ده او للفكر ده تأكد انك مش هترضي طرف من الاطراف. فمفيش حل ومفيش طريقة ومفيش وسيلة تكون فيها مقنع لنفسك قبل ما تكون مقنع لجماهير الناديين ووسائل الاعلام غير انك انت تطبق القانون بكل حذافيره. نتمنى التوفيق لحكمنا الدولي محمود البنا، ونتمنى التوفيق لكل الحكام المصريين، ونتمنى سيزن جاي يكون أفضل من السيزن الحالي.